الله أكبر، الله أكبر، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها والليل إذا يغشاها والسماء وما بناها والأرض وما طحاها ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها. الله أكبر، الله أكبر، سمع الله لمن حمده. ربنا ولك الحمد. الله أكبر، 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 الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. والعاديات ضبحا فالموريات قدحا فالمغيرات صبحا فأثرن به نقعا فوسطن به جمعا. الله أكبر، الله أكبر، سمع الله لمن حمده. ربنا ولك الحمد. الله أكبر، 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 السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله. الله أكبر، ما استدامت للمؤمنين أعيادهم. الله أكبر كبيرا، والحمد لله كثيرا، وسبحان الله وبحمده، ونشهد أن لا إله إلا الله،
ونشهد أن سيدنا ونبينا محمدًا رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين. أوصيكم عباد الله ونفسي بتقوى الله، قال تعالى: إن المتقين في جنات وعيون ادخلوها بسلام آمنين. أيها السعداء بعيد الفطر السعيد، نبارك لكم عيدكم، وتقبل الله صيامكم، وجعلكم ممن يفرحون بفضل الله وبرحمته ويحمدونه على نعمه. فبحمد الله تدوم النعم، وبشكره يزيد العطاء. قال تعالى: لأن شكرتم لأزيدنكم. وإن نعم الله تعالى علينا لا تعد ولا تحصى، ومن تمام شكرها الحرص على استدامتها حفاظاً على حق الأجيال القادمة. فلقد قدم لنا القرآن الكريم انموذجاً واضحاً لإدارة النعم واستدامتها، قال تعالى حكايةً عن نبي الله يوسف عليه السلام: قال: تزرعون سبع سنين دأباً، أي كما كنتم تزرعون في سائر السنين، فما حصدتم فذروه في سنبله إلا قليلاً مما تأكلون. فقد واجه نبي الله يوسف عليه السلام تحديات المستقبل، وحث على الزراعة والعمل بما يضمن استمرار الحياة واستدامة النعم، وتلك هي من مهام الإنسان ومسؤوليته، أن يقوم بإعمار الأرض وتنمية مواردها واستدامة خيراتها وشكر الله عليها. قال تعالى: هو أنشأكم من الأرض واستعمركم فيها، أي جعلكم عمارها، يكمل كل جيل ما بناه السابق ويضيف إليه ويطوره. والمؤمن في هذا منهي عن الإفساد في الأرض. قال تعالى: ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها، وهو معني باستدامة مقدراتها وتجنب إهدارها والإسراف فيها. قال سبحانه: ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين. والماء من أهم النعم التي ينبغي المحافظة عليها، وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الإسراف في الماء، وإن كان في الوضوء ولو على نهر جار. وكان صلى الله عليه وسلم يغتسل بما يعادل لترين من الماء، ويتوضأ صلى الله عليه وسلم بما يعادل نصف لتر من الماء. فاللهم وفقنا لطاعتك وطاعة رسولك محمد صلى الله عليه وسلم، وطاعة من أمرتنا بطاعته عملاً بقولك: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. الله أكبر، 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 ولله الحمد. لك الحمد ربنا كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك.
وأصلي وأسلم على سيدنا ونبينا محمدًا عبدك ورسولك وعلى آله وأصحابه. أيها السعداء بعيدكم المبارك، إن استدامة النعم تشمل نعم الله علينا في الدين والدنيا، فالمؤمن يحرص على دوام صلته بخالقه والمحافظة على عبادته اقتداءً بسيدنا محمدٍ صلى الله عليه وسلم، فقد كان عمله ديمةً أي مستدامًا، وكان يقول عليه الصلاة والسلام: أحب العمل إلى الله ما داوم عليه صاحبه وإن قل. وفي يوم عيدنا هذا نعزز استدامة الروابط الأسرية والعلاقات الاجتماعية، ونتبادل التهاني والزيارات فيما بيننا، ونصل أرحامنا، ونفشي السلام، ونحرص على أسباب المؤدة والوئام، وفي ذلك شكر عملي نطلب به من الله دوام النعم. هذا، وصلوا وسلموا على خاتم الرسل الكرام، فاللهم صلِّ وسلِّم وبارِك على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وارض اللهم عن الخلفاء الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله عنهم، وعن سائر الصحابة الأكرمين وجميع المؤمنين. اللهم اجعل أيامنا سعادة، ونعمك علينا في زيادة، وانشر البهجة في بيوتنا، وأعد علينا رمضان والأعياد بالخير والرحمات واليمن والبركات والسلام. فأنت يا ربنا السلام، ومنك السلام، وإليك السلام، فادخلنا الجنة بسلام. اللهم وفق رئيس الدولة الشيخ محمد بن زايد ونوابه وإخوانه حكام الإمارات وولي عهده الأمين لما تحبه وترضاه. اللهم أدم على دولة الإمارات الاستقرار والازدهار. اللهم ارحم الشيخ زايد والشيخ راشد والقادة المؤسسين والشيخ مكتوم والشيخ خليفة بن زايد، وادخلهم بفضلك فسيح جناتك، واشمل شهداء الوطن برحمتك وغفرانك، وكل عام وأنتم بخير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مجموعة رقم واحد أربعي، مجموعة رقم اثنين أربعي، مجموعة رقم واحد أربعي.